Hayya nata'allam ma'i. الآن استمع هذا الحوار جيدا. ماذا تشتري يا توني؟ أنا أشتري الحلوى. ماذا تشترين يا مينا؟ أنا أشتري البوظة. ماذا تبيع يا أحمد؟ أنا أبيع الحساء. ماذا تبيعين يا فاطمة؟ أنا أبيع العصير. أيها التلاميذ، هيا اقرأ معي. ماذا تشتري يا توني؟ أنا أشتري الحلوى. ماذا تشترين يا مينا؟ أنا أشتري البوظة. ماذا تبيع يا أحمد؟ أنا أبيع الحساء. ماذا تبيعين يا فاطمة؟ أنا أبيع العصير. الآن أيها التلاميذ اقرأوا هذا الحوار بنفسكم. مع السلامة وإلى اللقاء.